الدرس الثالث والثلاثون الاغتسال. يجب الاغتسال ألف بعد الجنابة بسبب الجماع أو خروج المني، ب عند انقطاع دم الحيض أو النفاس، جيم لدى الدخول في الإسلام. يستحب الاغتسال ألف لصلاة الجمعة، ب للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة. ويتحقق الاغتسال بتعميم سائر الجسم بالماء، بدلك ما يمكن دلكه، وتخليل الأصابع والشعر، وإيصال الماء إلى السرة ونحوها، وإضافة الماء على ما يتعذر دلكه حتى يغلب على الظن أن الماء قد عمه كله. من سنن الغسل ألف التسمية في أوله، باء غسل الكفين، جيم البدء بإزالة الأذى، دال المضمضة والاستنشاق وغسل داخل الأذنين، هاء تقديم أعضاء الوضوء عدا الرجلين. يكره في الاغتسال ألف الإسراف في الماء، باء الاغتسال في الماء الراكد أو المكان النجس أو بلا ساتر. لا يجوز للجنب ألف قراءة القرآن أو مس المصحف، باء الصلاة، جيم دخول المساجد إلا عبر سبيل. وهذه شواهد الدرس في الكتاب والسنة. الاغتسال وجوبه لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا في الآية السادسة من سورة المائدة. الغسل من الجنابة لما جاء في الآية 43 من سورة النساء، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، رواه مسلم. الغسل من الحيض والنفاس لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، الآية 22 بعد 200 من سورة البقرة. ولقوله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، رواه مسلم. الاغتسال للدخول في الإسلام لأمره صلى الله عليه وسلم ثمامة الحنفي بالاغتسال حين أسلم، والحديث أصله في الصحيحين. الغسل المستحب للجمعة قال صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. مكروهات الاغتسال الإسراف في الماء، للحديث الشريف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد، رواه مسلم. والصاع حوالي 6 لترات. ضرورة الاستتار عند الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، رواه أبو داود. ما لا يجوز للجنب قراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، رواه الترمذي. ولا يجوز للجنب مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون في الآية 79 من سورة الواقعة. ونهي الجنب عن دخول المساجد والصلاة لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، الآية 43 من سورة النساء.